الكل يترك بصمة، قد تكون عارا قد تكون فخارا لكنها بصمة. زوسر اسم مكتوب بحروف من نور منذ فجر التاريخ، تشهد الأحجار بعظمته. إنه اسم فرعون مصر صاحب هرم سقارة والشاهد على حضارة المصر الأصيل. وإذا كانت حجارة هذا الهرم تشهد لزوسر الجد، فإن الحجارة أيضا تشهد لزوسر الحفيد الذي شكلها وطوعها بفنه وإبداعه. زوسر مرزوق فنان عالمي متعدد المواهب، ولد في محافظة الجيزة عام 1943. إنه مخرج مسرحي ومهندس ديكور ومصمم الملابس في الأعمال المسرحية، كما إنه من أبرز القامات الفنية في الفن التشكيلي المصري. إنه المثقف صاحب الرأي والرؤية التي سنبحر في أعماقها خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة. لعب مرزوق دورا رائدا في تطور المسرح المصري، فقام بتصميم الديكور لقرابة 300 عرض مسرحي، كما أخرج 18 مسرحية عرضت على مختلف مسارح البلاد، وعمل من خلالها مع العديد من الكتاب والنجوم في مصر. زوسر مرزوق أيضا نحات محترف، قام بعشرات المعارض في وطنه مصر، وكذلك مثلها تقريبا في أوروبا وأمريكا. وكمصمم للديكور المسرحي قام بتصميم قاعة مسرح الغد للعروض التجريبية، كما ساهم في إنشاء قاعة عبد الرحيم الزرقاني في المسرح القومي، وأخرج أول أعمالها المسرحية تمن الغربة. يعتبر مرزوق أول مصمم ديكور مصري يسند إليه تصميم وتنفيذ أوبرا عايدة عام 1991 مع المخرج البولندي كوزمان بوبوف. ساهم ضيفنا الكبير أيضا في تكوين فرقة مسرح العلبة بالمركز الثقافي الفرنسي، وكذلك فرقة مسرح الغد للعروض التجريبية، وأخرج أول أعمالها المسرحية ليش يا عليش. وكأستاذ مدرس قام زوسر مرزوق بتدريس مادة المناظرة المسرحية في أكاديمية الفنون بين عامي 1971 و1974، وكذلك درس مادة التقنيات المسرحية في قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية بين عامي 1988 و1994. يعد مرزوق أول نحات يقوم بتلوين التماثيل من أجل إضافة بعد درامي إليها من خلال الألوان، كما أن له الريادة في استخدام العديد من الخامات لأول مرة في المسرح. حصل زوسر مرزوق على جائزة بينالي الإسكندرية عام 1974، وعلى بينالي فينيسيا عام 1978، وكذلك على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 1988. الحق هذا غيض من فيض بالنسبة للسيرة الذاتية الغنية جدا لفناننا الكبير، الذي نفخر اليوم باستضافته في برنامج بصمة، ونتطلع بطوق إلى بصمته كمبدع متعدد المواهب وكفنان عرف كيف يتميز برؤيته ومقدرته الفذة على الإبداع المتدفق. نتمنى لمشاهدينا طيب المتابعة. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة اليوم مع فنان قدير، فنان عالمي رفع اسم بلدنا عالي، علامة من علامات في المسرح وفي فن النحت. اسمحوا لي مع بعض نرحب بضيف حلقتنا اليوم، صاحب بصمة اليوم، الفنان القدير زوسر مرزوق. أستاذ زوسر أهلا ومرحب بيك. حضرتك اهلا اهلا ومرحب بيك في حلقتنا النهاردة، ويسعدنا ان احنا النهاردة نلتقي بحضرتك علشان نتكلم عن بصمتك الخاص. انا تحت امرك وتحت امر السامعين كلهم. اشكرك جدا يا فندم. بداية الاسم في حد ذاته اسم مميز يعني، فاسمح لي وقتي انا عندي خوفه نيتوكريس إزيس نيفرتيتي رمسيس زوسر ميتيس
ايه السيمفونيه الكبيره دي من الاسماء الفرعونيه الاصيله؟ يعني الوالد كان عاشق لتراب البلد واضح جدا، فريت تديني فكره عن الحدوته ديت وايه هذا العشق الكبير لمصر الفرعونيه. هو الحقيقه كان من كل اسره مندوب عامل طمر فرعوني، هتلقى فينا من الأسرة الأولى، من الأسرة الثالثة، الأسرة الرابعة كده، يعني عامل مؤتمر. جميل أوي. ما أقدرش أقول أكتر من إنه كمصري وطني كان من رجال ثورة 19، وكان في الوقت ده في نداء بإنه مصر للمصريين. جميل. فابتدى بنفسه بانه اولاده يبقوا مصريين شكلا ومضمونا. جميل الاحساس ده. واعتقد ان هو حاول بقدر المستطاع انه يحقق ده، ومش عارف هو نجح او لا، لكن على الاقل هو خلانا نحب مصر ومصر تحبنا. وده جميل جدا ويشكر على كده بجد، ده احساس جميل قوي قوي، احساس راقي. وده اللي احنا بنتمناه حتى في ايامنا، كنا بنتمنى ان كل مدننا الجديده تبقى كلها باسماء فرعونيه، شوارعنا، كل متاحفنا الاسامي الفرعونيه دي تملاها، والعماره الفرعونيه تملى بلدنا، وكنا نفسنا ان مصر كلها تلبس ثوب مصر، تبقى مصريه. ده مش غريب، لان ده وضع طبيعي جدا، بس التاريخ بيقول ان في فترات تبقى فيها اضمحلال وفترات فيها انتصار. لو حضرتك بصيت للالحان الكنسيه اللي موجوده دلوقتي لغايه دلوقتي، هتلاقيها تحمل سمات الالحان الفرعونيه، لانها معتمده على السلم الخماسي في الموسيقى، والسلم الخماسي خلاها تخلو من الطرب. فالاغاني عندنا لانها تخلو من الطرب فبقت فيها رجوله اكتر من الاغاني في اي مجتمع اخر. في الوقت نفسه بقى فيها شحنه انفعاليه وليست رومانسيه. عظيم. بمعنى انه لكل مقام مقال. بالظبط. النشيد الوطني خد سمات معينه، واغاني الحب ما كانتش للحبيبه، كانت للبلد ممثله في الحبيبه. بالفعل. بالفعل. بهية. بهية وغير بهية. شغل عبد الرحمن الأبنودي وصلاح جاهين وأم كلثوم. أيوه. أغاني أم كلثوم ما تقدرش تقول إنها كانت بتخاطب العشيق، كانت بتخاطب الوطن. الوطن ممثل في الحبيب، ممثل في الحبيب. عظيم جدا. وبعدين ده يؤكد ارتباط مصر بالدين قوي، لان ده موجود في نشيد الانشاد. بالفعل. بالفعل. وفي تجربة لحضرتك كنت عملتها انك تقريبا حصرت تاريخ مصر من خلال موسوعة في 6 اجزاء، الشخصية المصرية من خلال الزي او الملابس على مدى تاريخ طويل حتى العصر الحديث. يعني يا ريتك تكلمني عن التجربة الجميلة ديت، لان دي تجربة فريدة وحلوة وتاريخ حلو، فياريت تدينا فكرة عنها. يعني معلش انا هقول حاجة، انه احنا عرفنا تاريخنا من خلال المستشرقين. يعني اللي اكتشف حجر الرشيد مريد باشا. اللي بنى حف واحد اجنبي. سلط الاضواء على الاثار المصريه الخديوي اسماعيل اجنبي. فعل. ما اتحتش الفرصه لابن مصر انه يقدم شيء لبلده في الناحيه دي. وده كسره الاستعمار وكسره الغزوات وكسره الاحباطات اللي احنا عشناها من ايام السوس لغاية العثمانيين، واعتقد يعني احنا في غنى عن الكلام عن العثمانيين والاتراك. بالفعل. ويكفي اللي عملوه الاتراك في اخواننا الارمن. دي حقيقة. ويكفي اللي بيعملوه اهل داعش حتى اليوم في ولادنا النهاردة. ده كله استعمار. بالفعل. قد لا يكون استعمار مسلح،
لكن استعمار فكري. وده أخطر. وفي نقطة مهمة قوي، ان الاستعمار عشان يطلع يستعمر البلد يعني هو بيمر بضائقة مالية وضائقة اجتماعية ومعيشية، فبيحاول ان يدور على مكان اخر يعوض فيه النقص اللي جواه. فاي مستعمر بيستعمر بلد اكيد البلد دي افضل منه، هو شايف فيها امكانية معيشة اكتر، وقد يكون طمع يعني زيت الخيرين يعني مش بالضرورة. ما هو الطمع ده صفة غير محمودة. اكيد طبعا هو الاستعمار في حد ذاته صفة غير محمودة. ايوه. بعد الحرب العالمية طبعا زي ما انت عارف ما بقتش الحروب مسلحة، فبقى الغزو الثقافي. الغزو الثقافي ده فرض على ابناء الوطن ان يدافعوا بثقافتهم عن وطنهم. يعني في جيش بيدافع بسلاحه عن ارضه، في الثقافة بندافع عن استقلالية ثقافتنا بالثقافة. عظيم. ومن أين جاءت فكرة الموسوعة الست أجزاء؟ بالضبط كانت تاريخيا وإزاي تم تنفيذها؟ أنا كنت بعمل مسرحية ست الملك، وست الملك بتدور في العصر الفاطمي لأنها بتناقش قضية أو حياة الحاكم بأمر الله. أنا ما لقيتش مراجع، لقيت كل المراجع اللي عندنا من المستشرقين، والمستشرقين بيحطوا فكرهم عشان يغزونا ثقافيا، ف وقعونا في أخطاء شديدة جدا. إن أي سيف معوق معوص يبقى سيف عربي، إنما ده عربي طولوني، عربي من أيام صلاح الدين، عربي من أيام عمرو بن العاص، ما تفرقش، أو كله عند ابن العرب صابون. أنا كنحات لما بتعرض لعمل أحب أن أدرسه من كل نواحي. وبعدين ست الملك رغم أنها مسرحية تاريخية إلا أن الإسقاطات فيها كثيرة جدا، وما ينفعش معها الشكل المباشر للتاريخ. اضطريت أن أنا أروح المتاحف أجيب الكتب، لقيت فيه تشابه، ولقيت أنه الفكر ما هوش فكر مصري، فرجعت للكتب العربية اللي بتوصف الاحتفالات، بتوصف الغزوات، بتوصف الأفراح، وصف أدبي، ترجمت الوصف الأدبي إلى وصف تشكيلي، فطلعت معايا رسوم حددت أزياء وسمات الشخصية المصرية في هذا العصر. استهوتني العملية وأنا بحب الثقافة، مشيت فيها. رجعت بقى من أيام الملك مينا مرورا بكل العصور اللي مرت بمصر لغاية ثورة 23 يوليو. إيه اللي اتحذف وإيه اللي ما اتحذفش، وخدنا من الهكسوس إيه، وخدنا من السوريين إيه، وخدنا من اليونان إيه، ومن الرومان إيه، كده يعني. ولذلك الأزياء المصرية على مر العصور بعد العصور الفرعونية بمجرد ما دخلوا البطالمة فقدت هويتها، فقدت طعمها، فقدت طعمها المصري. لأن كان أهم الأشياء اللي بتميز الأزياء المصرية أنها بتتحكم في الشخصية المصرية، في الأخلاق المصرية. بالفعل. ودي برضو دعوة من الدعوات اللي بنتمناها، مع يعني احنا بنتمنى أن العمارة الفرعونية ترجع تاني لمصر، بنتمنى كمان الناس القايمين على فن الملابس وتصميم الأزياء أنهم يرجعوا تاني للجذور المصرية ويستمدوا منها حاجات كتيرة ممكن او تفيد عالميا، يعني دي ممكن تسوق عالميا لما نرجع للازياء الفرعونية، ويبقى ده لنا طابع، لنا طعم خاص. عايزين الطعم المصري يرجع تاني، المذاق المصري يرجع تاني. فمن خلال حواري مع حضرتك بنقدم الدعوة دي، ان نرجع للعمارة الفرعونية، ونرجع للازياء الفرعونية، ونرجع للاسماء الفرعونية، وتعيش مصر المصرية تاني. اتمنى ذلك. اسمح لي اقول لك قبل ما نرجع للازياء وللعماره وللحاجات دي كلها، لان دي عايشه جوانا، نرجع للاخلاق المصريه. بالفعل.
معك حق. بالمناسبة دي للثقافة المصرية نرجع للنيل عمل في حياتنا ايه؟ هل تعلم انه النيل اله حابي ليه 42 وصية للشعب المصري كيف يتعاملوا مع النيل؟ هل تعلم انه احنا نختلف عن المجتمعات الصحراوية لان النيل بيمر بارضنا وعندنا الري بالغمر بياخد الدور، فخلى الاعداء يعني اذا كنت انا بروي ارضي قبل جاري وانا جيت تعبت ما قدرتش اروي، جاري بينسى العداوة اللي بيني وبينه ويجي يروي لي ارضي لان لو ما رويتش ارضي هو مش هيروي ارضه، فدي خلت في تكافل اجتماعي بين الناس. إذن طبيعة مصر اللي ربنا حباها بيها حددت أخلاق المصريين اللي نتمنى نرجع لها علاقتهم ببعض. عظيم. أنا كان ليا سؤال هنا لكن هأجله بعد المداخلة التليفونية اللي جاية ديت، فأرجو أن حضرتك تكون معنا ونتلقى هذه المكالمة من شخص عزيز علينا. تحت أمرك. ألو ألو الو يا دكتور رمسيس. معاك. اهلا. الو معاك. يا دكتور مساء الخير. اهلا. يا اهلا بيك في ازاي الصحه. اهلا اهلا بيك يا دكتور. وجود حضرتك يعني ده شرف لبصمه ولنا جميعا ان الدكتور الفنان الفارس ودعنا نقول الفارس بأول بنهنيك مبروك لقب فارس اللي حضرتك حصلت عليه من فرنسا تقديرا لمجهوداتك الرائعة والمكانتك المتميزة، فاسمح لنا نهنيك. أنا معايا النهاردة واحد حبيبك معايا زوسر مرزوق. هو مين الكبير انت ولا هو؟ يعني هو الصغير يا استاذ موسى. هو الكبير انا الصغير. هي النتيجه واحده. لا هو دايما بيدعي ان هو صغير على طول يعني فمش عارف الحكايه دي. انا الصغير سنا ومقاما بالنسبه لرمسيس يا استاذ يوسف. هو شوف الجمال كل حاجه. يا انتوا خد بالكم كتير يا دكتور؟ من ساعة ما عرفنا ان احنا نسجل معاك. يا اهلا. حبيبي دكتور سيس الدكتور العالمي اللي بنفخر بيه كمصريين، عايزك تكلمني مبدئيا في الاول وقبل ما نخش نتطرق للفن، خلينا نتكلم من الناحية الانسانية. كلمني انسانيا عن علاقتك بالفنان الكبير الاستاذ زوسر مرزوق، واعتقد ان لكم اخ ثالث ميناس، انتوا الثلاثه مارستوا الفن وحبيتوا الفن، فكلمني عن الاسره الفنيه ديت وعن علاقتك بزوسر مرزوق ورحلتكم في الحياه مبدئيا قبل ما نتطرق الى الناحيه الفنيه. يعني عاوز اقول لك ان الفن بيرتقي بروح الانسان كحب، وبيتعالوا ان الحب ده هو اساسه. فالعلاقة بيني وبين زوسر وناس وبين أي فنان هي علاقة حب سامية، حب عالية جدا، لأن لو ما حسيناش بهذا الحب لن يكون فنان ولن أكون فنان، لأن الفنان هو نوع من السمو وسمو الأخلاق والعاطفة المعطية للكل. فعلاقة زوسر كنا وإحنا أطفال يعني كان كل واحد بيخاف على الثاني بيحبه، حاسس ان في حاجه مختلفه عن بقيه الاطفال، كنا حاسين باختلاف كبير جدا. ومن صغره وهو الاحساس الفني انه يعمل حاجه تشكيل، يمسك طينه ويشكلها ويلعب فيها، ده كله بقى هي دي قمه الفن وقمه الاحساس العاطفي. الله على التحضر والرقي. الله يخليك. الله على التحضر والرقي اللي بنتمنى انه يسود مجتمعنا ككل. لكن ما
في بداية كنتوا صغيرين كده يخطف منك حاجات من أدواتك الفنية ولا حاجة زي كده يعني بأمانة؟ ما كانش مشاغب يعني هو؟ ما كانش مشاغب؟ مشاغبته امتى؟ يوم ما تلمس هذا الفن يعني يكون بيعمل مشكل قطعة طينة قدامه وتيجي انت في الزهر او واحد يجي يروح بطاله برجله مع اطفال بتلعب بها هنا بقى ما احساسه بقى يصور وده شيء طبيعي جدا طبيعي انما هل كان مشاغب وهو بيلعب لا كورة لا ما يشغبش يحب انما المشاغب انت يوم ما تلمس فنه الله يوم ما تلمس احساسه هو ده هنا هو ده ما بسميش مشاغبه ابدا ده بالفعل دفاع عن النفس دفاع عن الحياه لان الفن هو الحياه ده يدافع عن حياته ده حبه وتوحده لعمله يعني يمكن طبعا لان مش الحياه يعني انك انت تمسك سكينه وهتذبحني لا كونك تذبح فني بالفعل فهو ده موت ليا دي حاله التوحد الفني في حاله التوحد الفني يعني. طب تفتكر زوسر النحات اثر في زوسر المخرج المسرحي ومصمم الديكور ولا العكس صحيح ولا الاثنين اثروا في بعض يعني المجموعه من المواهب المتعدده ديت مهندس ديكور ومصمم ملابس ونحات ايه راي حضرتك مين اثر في مين اكتر انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا اتفضل الفن هو مجموعه علاقات ثقافيه هو احساسه بالنحت لا يمنع ان احساسه بالديكور النحت عباره عن بيشكل تشكيل بيدي لون في هذه القطعه النحتيه فاذا لما يكبر بيقرا وبيستوعب لا ده ممكن يحول هذه القطعه النحتيه الديكور ويبقى ديكور المسرح كله فقط على التمثال واحد. جميل. حلو او ملابس فهو بيعطي هذا اللبس اللي بيصممه ملابس مش من خلال مجلات ولا بتاع من خلال ثقافه دراميه ثقافه تاريخيه متعمقه. مش بشكل سطحي. يعني لما لا ده مش بشكل سطحي بنرى ملابس في افلام كتير وفي مسرح كتير سطحيه جدا انما لما تكون الملابس فيها ثقافه فيها عمق انساني فيها عمق درامي معبر عن موقف درامي هي دي قمه الفن ما يقدرش يوصلها الا فنان حساس وفنان مثقف في نفس الوقت حساس ومثقف وبالفعل وبالفعل هو لما بنتفرج على ديكور مسرح اتفضل تحس على طول بثقافته بالفعل عشان كده لما بنتفرج على ديكور المسرح بتاع بتاع زوسر مرزوق بنلاقيه مختلف وله بصمه معينه مش زي اي حد يعني كان حاد باين قوي بصمته وكل شغله مميز دي حقيقة. كل شغله مميز حتى كتاباته مميزه وكتاباته اللي يمكن اللي يمكن ناس كتير ما تعرفش عنه ان هو كاتب مميز جدا يعني طبعا دي حقيقه حواره اللي قاله من شويه الحديث اللي قاله من شويه اجيب فيه عمق قد ايه وثقافه قد ايه نادر من الفنانين يكون عندهم هذه الثقافه نادر جدا يحلل لك اللحظه ويدي علاقة اللحظة بالتاريخ بمصر القديمة بمصر الحديثة بكل حاجة ايوه هو وطني حتى النخاع بدون شك يعني طبعا وديت اللي ايه اللي خلتني اعشقه مش كأخ انا بعشقه كفنان كمثقف تعبير رائع كإنسان معطي معطي مش كأخ لا هو كتير مع بعض نموذج متميز الحقيقة هو نموذج الواحد الواحد يقتدي بيه
مش لانه اصغر، لا اصغر واقتدي به لانه هو مفكر بالفعل عميق. اه تعبير صح على فكرة، تعبير دقيق انه مفكر. دي حقيقة. في عمل مميز لزوسر مرزوق حضرتك بتحبه، عمل سواء كان مسرحي او عمل نحتي او عمل تشكيلي، في عمل معين حضرتك بتحبه له او له بصمة خاصة يعني عندك؟ يعني مش عاوز اقول لك تتلق ما تقولش انه مجامل، لا. ان اي عمل للزوسر بيكون بينحت داخلي احساس احساس مختلف. فاذا كل عمل ليه قيمته وعلاقته بالتاريخ، علاقته بالماضي، علاقته بالحاضر. فاذا ما تقدرش تقول ده احسن من ده، لان كل عمل من دول مرتبط بحياه، مرتبط بمواضيع، مرتبط بماضي، مرتبط بحاضر، مرتبط بكل شيء. فاي عمل لزوسر انا ما بحسوش ده عمل فردي، انا بربطه بالتاريخ، بربطه بكل ما اعشقه. بالفعل هو كل اعماله لها قيمه مميزه عنده، أعماله كلها يعني لها قيمة يعني، وما بيعملش حاجة مسطحة الحقيقة يعني. هو في عمل إذا ما تقدرش تقول أحسن من ده أو ده. في عمل يا دكتور، دكتور رمسيس، أنا عارف في عمل مسرحي هو استعان بحضرتك فيه كمدير تصوير سينمائي علشان يضفر فنك وشغلك مع ويخدم العمل المسرحي اللي هو بيعمله، يا ريت تكلمنا عنه. تفتكره؟ يمكن هو يقول لنا فكرنا بيه. لا هو اللي يقدر يفكر، لان انا ذاكرتي بدات تضعف كتير. هو يعرف يتكلم عنه فعلا. مسرحية النمل. مسرحية ايه يا فندم؟ مسرحية ايه؟ النمل والنظام على مسرح السلام. النمل والنظام على مسرح السلام. انت حضرتك استعنت بالدكتور رمسيس ليه؟ اولا انا بشكر رمسيس على الكلام اللي قاله، وانا اذا كان ربنا وفقني الى حد ما في بعض اعمالي فده يرجع لحبي لرمسيس ومحاولتي ان انا اتبع خطاه، بدليل ان هو انا ما بشكرش في اعمالك ولا حاجه، ده مش شكر. كوني هدي حقه مش شكر. لا يعني حتى رحله الحياه، حتى رحله حياتنا انا دايما باجي في الخطوه الثانيه. يعني هو مثلا دخل كليه فنون تطبيقيه قبل ما يخش معهد السينما. انا لما خدت الثانويه العامه دخلت مع كليه فنون تطبيقيه، وبعدين حبي للمسرح خلاني امشي في طريقه. هو دخل معهد السينما، انا دخلت معهد فنون مسرحيه. فالحب خلانا نشوف احلى ما في بعض. انا سعيد جدا، اسمح لي اقول لك ان انا سعيد جدا جدا بهذه المبارزه والمباراه في البينج بونج بين الحب، بين اتنين اخوات واتنين فنانين كبار. ده شيء جميل قوي قوي، ونموذج حلو يعني مطروح امام المشاهد، نتمنى الناس كلها تتبناه. يعني انا بشكركم وبحييكم على هذه الروح الحلوه. يعني كلاكما انا عاوز اقول حاجه. اتفضل يا فندم. الشيء الوحيد للواحد بيحصله من هذه الحياه هو الحب. في سننا هذا وفي طفولتنا وفي شبابنا ما كناش حبينا بعض كويس، ما كناش هنوصل للي وصلنا. ما كانش زوسر بقى زوسر ولا رمسيس بقى، لان الاثنين بيتفانوا في حب بعض، بيتفانوا خلال الان حب بعض اكثر منهم بتفاعل الاخوه. ربنا يديم المحبة الجميلة دي بينكم دايما يا رب. طيب كنا عايزين نعرف بقى ايه اخر اعمال حضرتك الفنية؟
آخر أعمال الفنان العالمي ومدير التصوير رمسيس مرزوق. إيه آخر أعمالك الفنية يا ترى؟ يعني أنا بحاول أعمل عمل جديد عن المرأة التي عرفها الأوروبيين ويقدروها ويحترموها، أما المصريون لا يعرفون شيئا. امرأة مصرية يعرفها الأوروبيين ولا نعرفها في مصر؟ يعرفها الأوروبيون والمصريين ما يعرفوهاش. هذه المرأة التي علمت السويسريين النظافة والعفة. الله. وهي سانت فيرينا. محدش يعرف عنها حاجة في مصر. معلومات محدودة. سانت فيرينا سانت فيرينا مش مجرد قديسة. هي علمة الأوروبيين زي ما احنا عارفين وزي ما هم كاتبين على تماثيلها التي علمتهم النظافة. هي كمان أول من أخذ عنها ترتيب الصليب الأحمر. يا فندم تاني من فضلك. خبرتها جمعية الصليب الأحمر. الصليب الأحمر وهي شفيعة السويسريين. مش السويسري. العالمي. مش السويسري العالمي، لا ده هي اللي اول من بدات فكره الصليب الاحمر. خرجت مع الكتيبه الطيبيه 6600 صبر ومعهم العذار، مجموعه من العذار دي مع الشهيد موريس، مع الطبيب الشهيد موريس وحبها للنباتات الطب وقدرتها هي تهدي النباتات وخدت العذارة. ما هي إلا قصة تستحق التقدير فعلا، نموذج جميل وطيب. مش لازم نعرف العالم كله نعرفه، لا دي مصرية ومن رأس مصرية سعودية. سعودية. شفت مصر الجميلة. ده اللي بقى لا ان عنده. ربنا يوفقك يا دكتور، ونتمنى ان شاء الله انه يظهر النور ويسيب بصمة كعادة اعمالك الجميلة اللي بنستمتع وتعودنا نستمتع بيها دايما. شكرك جدا على المداخلة الطيبة ديت، حضرتك نورتنا واضفت للحلقة واضفت للبرنامج. شكرك جدا. انا شاكر. العفو يا فندم. العفو يا فندم. عزيزي الاستاذ زوسر مرمي، عايز ارجع تاني واقول لك انت كفنان بقى، يا ترى لك عادات وطقوس معينة بتمارسها أثناء عملك؟ لأن احنا عارفين دايما معظم الفنانين بيبقى لهم عادات معينة وطقوس معينة بيمارسوها في عملهم، فيا ترى حاجة معينة ولا انت وقتما شاء وكيفما جاءت الظروف بتشتغل؟ ايه اللي بيحكم شغلك عادة؟ المزاج ايه؟ تصدقني لو قلت لك مش عارف. انا اصلي مشكلتي ان انا ما بشتغلش الا اذا كنت مشدود للشغل، مجذوب، تبقى مجذوب، انا رايح للشغل. لكن طول ما انا ما مش رايح للشغل انا ما احطش ايدي في شغل ابدا. لا يعني ما فيش حاله معينه هي بتستديك؟ هل بتحب تشتغل بالليل اكتر بالنهار اكتر؟ بتحب تشتغل في هواء طلق؟ بتحب تشتغل في مكان مقفول؟ بتحب تسمع مزيكا معينه؟ يعني كل واحد بيبقى له كده حاله معينه. يعني دكتور مجدي يعقوب مثلا نعرف انه بيحب يعمل عمليات وهو بيسمع مزيكا. زوسر مرزوق بيعمل ايه وهو بيشتغل عادة يعني؟ يعني هو كل عمل بيبقى له ظروفه الخاصة. طب انا ليه عندي صورة حوريها لك وتقول لي. دي حضرتك يعني ممسوك متهم بالتدخين اثناء اداء العمل. فهل انت متعود انك تدخن دايما وانت بتشتغل؟ لا 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 لا. لا. انا بالمناسبه دخنت وانا بعد ما عديت ال 50 سنه. اتفضل.
لا انا ما التدخين ده مش ملوش دعوه. شوف اقول لحضرتك حاجه، يعني هو في اكذوبه بتقول انه الفنان لازم يشرب مش عارف ايه ويعمل ايه ويسوي ايه ويعمل طقوس ويخش في المود ويطلع من المود. هو احنا بنحارب؟ احنا مش بنحارب. يعني الفنان اذا كان مغيب مش هيطلع شغل. يعني المخدر حتى من اسمه بيخدر. طب ازاي ابقى مخدر واطلع فن؟ مش ممكن. انما يعني ممكن العمل الفني ياخدك وتتوه عن العالم اللي حواليك، تلاقي نفسك جوه العمل دون ان تدري. ازاي انا مش عارف. يعني طب انا هحكي لك حاجة. مثلا انا يعني في المسرح مع الزميل عبد الغفور عودة كان كل شغلنا مع بعض تقريبا. جه في يوم جاب لي رواية ما هياش دراما، مجموعة اشعار اسمها رجال الله. اسمها ايه يا فندم؟ رجال الله. رجال الله مجموعة اشعار. فعمل اسلامي. قعدت اعمل ايه؟ ما لقيتش يعني ربنا ما ادانيش حاجه. فقلت له عبد الغفار انا مش قادر، ما فيش حاجه عندي. وانا مش وكنا هنعمل العمل ده قدام مسجد المرسى ابو العباس في اسكندريه. في الشارع. انتاج المسرح القومي. قال لي تعالى معايا اسكندريه وانا يكفيني انك انت مجرد انك انت ترص لي الستيج، تعمل لي ستيج قدام الجامع. لانك انت نحات هتقدر تعمل توليفه بين الممثلين وبين البناء المعماري للمسجد. سافرت معاه. كان فاضل على العرض 3 ايام واحنا في الاتوبيس ماشي، الاتوبيس ماشي ماشي، لقيت مأذنة جامع عليها الهلال واقع. لفتت نظري، طب سايبينه ليه؟ ففضل الاتوبيس ماشي وانا راسي لفت مع الهلال لغايه ما ابتدى يتلاشى من نظري، فابتدى يديني احساس بانه هلالين. على تذكرة الاتوبيس عملت السكتش وقلت له الرواية اتعملت يا عبد الغفار. عملت ايه؟ الابداع هنا بقى. قلت انه الدين في حماية الناس. الناس بتحمي الدين. وايضا الدين يحمي الناس. جميل. الناس في حماية الدين. والدين في حماية الناس. فهي علاقة متبادلة. عملت هلال واقف لفوق اللي هو الهلال الاسلامي العادي. والستيج عملته هلال، نفس الهلال نايم على الارض بحيث الممثلين بيتحركوا عليه. الجمهور بيقعد على حصير اخضر جوه الهلال اللي في الارض وبراه. اللي جوه الهلال ده اللي قاعدين جوه الهلال الدين بيحميهم. محميين بالدين. واللي بره الهلال هم اللي حامين الدين. هم يا عيني على الفلسفه. فدي اتولدت في لحظة. بس انت عينك لقطت. ودي مش غريبة، لان بيكاسو مثلا عمل راس الطور وهو من احلى التماثيل اللي اتعملت في القرن ال19 وال20 لما كان راكب العجلة ووقع من العجلة، العجلة اتكسرت فلقى الكرسي جه والجدون بتاع العجل جه في نص الكرسي، فلقى زي راس الطور اللي بقرنين، خدوا زي ما هو حطه عملوا تمثال وقال راس طور. كل النحاتين العالم بلا استثناء حاولوا يقلدوا، وبقى ده الفورم المودرن للنحت الحديث. ما هي دي بقى الفرق بين المبدع وبين الانسان العادي. يعني المبدع لكن هل هو بيكاسو كان يقصد؟ بالطبع لا،
بالطبع لا. عشان كده بقول لك انا ما اقدرش اقول لك يعني ببقى فين ولا ازاي. بس نفس المشهد ده لو مر 100 مره على غيره ناس تانيين مش هيستفيدوا بيه ومش هيترجموه الترجمه اللي هو ترجمها. ونفس المشهد بتاع الهلال اللي واقع ده لو حد غير حضرتك شافه ما كانش هيفسره ويترجمه الترجمه اللي انت ترجمتها. وهنا حته الابداع بقى اللي بتشكرك عليه. ما تنساش حضرتك انه ربنا خص الفنانين والمفكرين بصفه معينه ومميزه لانه اداهم جزء من ابداعاته هو. بالظبط. فاذا كان انت بتعمل عمليه خلق للتمثال او خلق للعمل الفني سواء شعر او ادب او الى اخره، فده انت بتوصل بدرجه من السمو والتوحد مع الحق والحياه وتوحد مع الله لدرجه انك بتعمل اشياء انت بعقلك البشري ما انتش مقدرها، لكن هو ربنا بيتمجد على ايدك. بالفعل. ما هي دي مرحله خلق. الابداع هو نوع من درجه من درجات الخلق، وهو عايزك تعمل ده لان اللي انت بتعمله ده هيمجده. بالفعل. فلا تمجد اسم الله. استاذي العزيز، حضرتك دخلت كليه الفنون التطبيقيه. ايوه. طبعا الاختيار ده اكيد كان بناء على خطه معينه او لان انت حابب الكارير ده وحابب السكه ديت، ولا الثانويه العامه مجموعها اللي حدفك على هناك؟ فدي نقطه. لا 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 لا، انا دخلت الكليه سنه 59. كان 60% دخل كليه هندسه، انا كنت جايب 75%. عظيم جدا. طب ليه اخترت قسم الخزف بالذات مع ان دي مش ده مجالك يعني؟ ليه اخترت الخزف؟ ولا الخزف هو اللي اختارك؟ لا، هو الحقيقه هي يعني ما كانش اختيار صائب، لانه كان من برايا العميد لما لقاني جايب مجموع كبير، كان الله يرحمه عبد العزيز فهيم فهمي ابراهيم، قال لي انت عقليه تقدر تفهم في التكنولوجيا والكيمياء، والخزف بيعتمد على التكنولوجيا والكيمياء لان جايب مجموع كبير وواضح انك بتذاكر في الوقت نفسه انت حابب النحت، فانا هجمع لك الاثنين مع بعض، انك تخش قسم الخزف بما فيه من الكيمياء والتكنولوجيا وبما فيه من مقاومات نحت. يعني هو اللي اختار لك. بس انا ما حبيتش القسم لسبب، لان انا ما احبش شغلي وسيط. ايه هو الوسيط؟ الفرن. انا بعمل الخزف بشيل ايدي منه، خلصت البازه او خلصت التمثال بحطه في الفرن واستنى رحمه الفرن. ودرجه حراره الفرن بقى مظبوطه ولا مش مظبوطه وما خلافه يعني، ونوع الوقود و الى اخره، قرب الحته من النار وبعدها عن النار، ونوع الجليز ومش يعني تركيبه ثانيه. انت عايز الابداع كله يطلع من جسر مرزوق، عايز كله يبقى من ايديك انت، من صوابعك انت. انت البدايه والنهايه. جميل جدا. اثناء دراستك حضرتك، انا عارف انك اتخرجت من الكليه بتفوق، يمكن طلعت الاول على الدفعه، صح الكلام ده ولا مش مظبوط المعلومه؟ الحمد لله. الحمد لله. جميل جدا. لكن اثناء دراستك كان ليك موقف معين مع مدرس من المدرسين، ولدرجه انك اتصلت برئيس الجمهوريه مباشره. يا ريت تفكرنا بالموقف ده. وبعد تخرجك كان ليك موقف تاني يعني برضه ما سجلتش وبعته على الجرايد وكان صوتك واصل للجرايد، فواضح ان حضرتك ما كنتش بتكتفي بالمشاهده، كنت بتشارك في الاحداث يعني. كلمنا عن الحدثين دولت، اتصالك برئيس الجمهوريه والطلب اللي بعته على الجرايد، على صفحات الجرايد. انا مصري، بحب مصر، بحب البلد، ده واضح. وكنا وقتها ربنا موفقنا في قياده سياسيه مصحصحه قوي وبتحب البلد قوي وبتسعى لارضاء شعبها. وحكايه ان انا خاطب رئيس الجمهوريه ما هياش حاجة جديدة، أنا وأنا سني 7 سنين خطبت اللواء محمد نجيب الله يرحمه.
هنا في البدرشين، وكان الوالد بيرسم صورة لمحمد نجيب لأن هو الوالد كان بيحب الرسم. فأنا كطفل صغير يعني عنصر الوراثة موجود هنا بقى، يعني الجينات الوراثية موجودة، الوالد كمان حبيب رسم، يعني ما نستغربش زوسر مرزوق ورمسيس مرزوق ومناس مرزوق. لا 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 أكيد طبعا الجينات عبد الرسول. طيب اتفضل فيه. الجينات والتربية الثقافية للأسرة طبعا، يعني شوف الوقت عمل ايه طبعا. انا وقفت جنبه بقلده ماسك ورقة وعمال اشخبط زي ما هو بيشخبط، على اني بعمل محمد نجيب زي ما هو بيعمل محمد نجيب. طبعا ما طلعش لمحمد نجيب ولا طلع شادية حتى، يعني رسوم طفل يعني، بس في احسن. الوالد بثقافته وعقله الواعي حس خطوطي فيها شيء ما. خد الورقه خلاني مضيت عليها بخط ايدي وحطها في ظرف وبعتها لمحمد نجيب. محمد نجيب بعد اسبوع، اللي هو محمد نجيب وهو كان رئيس الجمهوريه، بعت لي صورته ومضي عليها ومعاها جواب شكر وبيتمنى لي التوفيق. طبعا العمليه دي خلتني في وسط الزملاء يعني جان القريه، حافز قوي دي كمان جميل. حافز قوي تديك ثقه بالنفس. قوي 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 طبعا طبعا. فلما دخلت كليه الفنون التطبيقيه اصطدمت بسعيد الصدر اللي كان رئيس القسم، وسعيد الصدر فنان عالمي يعني ما حدش يقدر يجاريه، ويعتبر من اعظم خزافين العالم. خزاف. لكن انا ما جيتش على معدته لسبب او لاخر. فجي في البكالوريوس والراجل يعني حب يوقف خطواتي شويه، يعمل واجب معاك، يعني يعمل واجب معايا صعب علينا، انا ما بسقطش ولا سنه. فقال لك يعني طب ما اقعده معانا، هو بيحبني فرمله شويه. مش عاوز اني اسيب الكليه. نيته كويسه الراجل، نيته كويسه الراجل. فاداني صفر في اعمال السنه، معناه ان انا ما اخشش امتحان اخر السنه. يبقى انا كده عايد السنه. طب اعمل ايه؟ انا اتعودت على ان انا ما اشتكيش للصغير. فكتبت جواب لجمال عبد الناصر الله يرحمه، شرحت له فيه الموقف والحادثه والواقع بالكامل، وقلت له فيها وجهه نظري ورايي في تصرف هذا الاستاذ. يعني انت اختصرت المشوار لرئيس العميد الكليه ولا وزير التربيه التعليم العالي على طول على الرئيس على طول. سعيد الصدر كان اقوى من كل دول. يا اسبوع وجه جواب للعميد من رئاسه الجمهوريه عشان يحقق في الموضوع، وبعت رئاسه الجمهوريه بعتت لجنه للتحقيق، ولما لقيت ان كلامي مظبوط اتشال سعيد الصدر من لجنه الامتحان وشكلوا لجنه استلموا اعمال السنه بتاعتي وادوني رقم اعلى رقم في الكليه. رد فعل جميل طبعا. رئيس الجمهوريه ما واعي، كلنا اولاده. وبعدين ما بيركنش لبكره. يعني هو بياخد اكشن على طول، وما قالش ان دي تفاهات ولا حاجات صغيره ولا كلام من ده، يعني اهتم بشان مواطن عادي طالب لسه عنده، اهتم بالشان. لا ولا ماسك العصايه من النص. لا مفيش الكلام ده. لا عبد الناصر كان بياخد قرارات. قرارات. فالحمد لله ربنا وفقني وطلعت الاول على الكليه بدرجه امتياز. احنا قبل كده ما كانش فيه نوع دراسات عليا خالص. ما فيش دراسات عليا للكليه بتاعتكم. ما فيش دراسات عليا في الفن، ما فيش دكتوراه ولا ماجستير ولا الكلام ده. فانا عايز اخد دكتوراه. طب اعمل ايه؟ قدمت، ما قالوا ما فيش الكلام ده. رحت كاتب جواب برضه لجمال عبد الناصر ونشرته، نشره لي صلاح جاهين الله يرحمه في الاهرام. هاجمت في الوزاره
وانا كنت لسه الكلام ده سنه 65 وانا خريج 64 وانا خريج دفعه 64 يعني لسه طازه ما عملتش حاجه. احنا الجواب ده على فكره حطيناه على الشاشه عندنا محتفظين بيه وحطيناه على الشاشه. خريج الفنون التطبيقيه لماذا يحرم من الدراسات العليا؟ زوسر مرزوق خريج كليه الفنون التطبيقيه. تصدقني اذا قلت لك ان ثالث يوم عبد الناصر رئيس الجمهوريه اتصلوا بيا ان الرئيس عاوز يقابلك شخصيا. يا الله. فرحت ناقشني في كل صغيره وكبيره، طب ليه انتوا ما بتاخدوش دراسات عليا؟ طب قلت له بيدعوا ان ما فيش اساتذه متخصصين. قال لي طب ما يجيبوا اساتذه متخصصين، من امتى هنفضل من غير اساتذه متخصصين؟ ووعدني قال لي انا مش هقدر اعمل حاجه السنه دي، بس السنه الجايه يا زوسر اتمنى اشوف اسمك في طلبه الدراسات العليا. يا سلام. وفعلا تاني سنه اتعملت الدراسات العليا. من هنا يمكن حظي خلاني ابقى في ثقه بالنفس قوي طبعا، وثقتي بقيادتي بالقياده وتحليلي لكل تصرفات القياده. يعني ممكن قوي القياده تعمل تصرف قد لا يرضي الاخرين، ما هو مفيش حد هيغمى عليه الناس كلها بالطبع. لكن انا علاقتي باكتر من رئيس وموقفه معايا خلاني ادور طب هو اتصرف التصرف ده ليه، فاوجد له مبرر. ده خلاني اقرا علم نفس واقرا فلسفه. الحقيقه هو تصرف انساني نبيل جدا، تصرف انساني نبيل جدا، وان رئيس جمهوريه يهتم بحاجات يمكن غيره يشوفها انها صغيره او يحولها للي تحت منه او مساعديه، كونه يهتم بالشان ده ويبعت ويجيبك ويناقشك، يعني امر يرفع له القبعه بجد. كان زعيم، ويمكن علشان كده انا حاسس الوطنيه جواك او حبك لعبد الناصر ولفترته واضح نتيجه لخبرتك الحياتيه معاه. انا لا اقدس عبد الناصر بس احترمه. ما تنساش في حاجه تانية عملها عبد الناصر سنه 59 واحنا في الثانويه العامه، امتحان الفرنساوي اتسرب. ايوه في ايام نبيل نصير. ايوه ايام اللاعب الكوره نبيل نصير كانت امتحانات الثانويه العامه اتسرب منها جزء. كانت قضيه مشهوره. ايوه الامتحان اتذاع الساعه 12 بالليل وتصحين الصبح نروح نمتحنه، رحنا لقينا الامتحان كله ملغي لاجل غير مسمى بقرار من جمال عبد الناصر. اظن ما فيش بقى يعني واحد قاعد مهموم بقضايا الشعب اكتر من كده. دي حقيقه. ده ما عادش 24 ساعه. دي حقيقه. الله يرحمه كان زعيم. اتنقل بيك لخطوه جديده، انت خلصت المرحله الدراسيه ومن حسن الحظ اشتغلت في مصلحه الاثار وفي مجال ترميم الاثار. في ناس كتير خلصوا كليات طب وصيدله وهندسه وكده واشتغلوا في مثلا انت عارف مثلا في مجمع زراعي او حاجات زي كده يعني. ما علينا، انت كنت من ضمن الناس المحظوظه او موفق انك اشتغلت في مصلحه الاثار واشتغلت في ترميم الاثار بالذات. ايوه. ترميم الاثار ده علم وفن في الاثنين. أيوة. يعني هو في له فن، جانب فني وفي جانب علمي بحت. عايزك تكلمني عن التجربه دي. في جانب ثالث. ايه هو؟ حب. ده اكيد طبعا. ما هي الحب دي بقى، ده السؤال بتاعي بقى. هو ده السؤال بتاعي. قطعه اثار وانت ما بتحبهاش عشان ترممها هتكسرها. انت كده سبقتني وخدت مني السؤال. انا سؤالي ليك بقى، انت كابن بلد وانت ماسك حتة الاثار دي وحاسس ان دي جدك هو اللي عاملها لك وانت بتشتغل فيها، احساسك اكيد مختلف عن اني اجيب راجل عالم اثار من الخارج بيرمم اثر، فهيرممه بشكل يعني شكل تكنولوجي، شكل علمي بحت، يعني هيبقى هو يعني قلبه وعقله متحجر زيه زي الحجر اللي بيتعامل معاه، مفيش حتة العاطفة اللي جواه. فعايزك تقول يعني احساسك وانت كنت بتتعامل مع هذه الاثار، اثار اجدادك. صدقني يعني برضو مش هدعي الوطنيه ولا البطوله ولا لا، دي ما فيهاش وطنيه، ده احساس. لكن الحقيقه ان مجرد ان انا اقف قدام اي تمثال فرعوني بدوب.
فلما كان بيجي تمثال يعني اكلف بترميم تمثال فرعوني كنت ببقى قاعد قدامه تايه خايف تايه. هل بتتامل فيه وبتدرسه أيوة. وبتتعلم منه ولا تايه لانك حاسس انك حاسس بقيمته الاثريه وحاسس بقيمته الانسانيه ولا تايه ليه؟ ده كلام نظري. تايه ببص في عينين حبيبتي وسرحان فيها، شايف في العينين العالم كله، ببص في التمثال اللي في ايدي وانا سرحان في الحضاره المصريه كلها واستحضرها واستحضر تفاصيلها كلها، وده اللي خلاني اقرا كتير عن الحضاره الفرعونيه. اني يعني اذا كان الناس دي من 5000 سنه عملوا الحاجات دي، طب لو عاشوا لغايه النهارده هيعملوا ايه؟ وحطيت في ذهني اني يمكن ربنا اختار لي اسم زوسر وهو اسم فرعوني، واختار لي ان انا اكون فنان علشان لما اعمل شغل النهارده ما اعملوش بمنطق هنري مور ولا بيكاسو ولا ارابال ولا الكلام ده، لا اعمله لو كان جدي الفرعوني او المصري القديم عايش لغايه النهارده وشاف التكنولوجيا الحديثه هو هيعمل ايه. جميل جدا. انت حسيت بموهبتك بدري قوي يعني وانت صغير كده، حسيت بالموهبه المبكره ديت ولا جت معاك ازاي؟ انت حسيت ان في فنان جواك؟ البركه في محمد نجيب وفي والدي. يا طرف يعني والدي اولا وبعدين محمد نجيب. والدي رمى القفاز ومحمد نجيب تلقى القفاز والقفاز والاثنين احتضنوني وخدموا عليا في الوقت نفسه. ربنا وهبني باخ كبير اكبر مني حابب الفن برضه، فبقينا احنا الاثنين بنقرا جمله واحده، بتبص ببص في عينين رمسيس بفهم هو عايز ايه، هو بيبص في عينيا بيفهم انا عايز ايه. لدرجه احكي لك حاسه بسيطه يعني رمسيس اختار السينما وهو سنه 7 سنين 8 سنين، انا اخترت المسرح وانا سني 5 سنين. ازاي؟ كان في زمان حاجه اسمها المسرح الشعبي، فرق مسرحيه بتجوب القرى، وكان في مسرحيه والبدرشين ما كانش فيها كهرباء، فالمسرح طبعا بيعتمد على الاضاءه الكهرباء. جت فرقه انا فاكر كويس قوي كان فيها عبد الحفيظ التطاوي الله يرحمه، صلاح منصور الله يرحمه، وكرم مطاوع الله يرحمه برضو الله يرحمه برضو بس كان كرم مطاوع صغير يعني. طبعا. راحوا عملوا نصبوا النصبة بتاعت المسرح في وسعاية في مترهينة قدام دوار العمدة. احنا رحنا نتفرج على المسرحية، ابهار. كانت المسرحية بتناقش الشيطان، ففيها ابهار، الشيطان ابو ضوافر حمراء والاضاءه الحمراء والاضاءه الزرقاء يعني، واحنا طبعا محرومين من ده كله، احنا عايشين على لمبه الجاز. مفيش الكلام ده. لما رجعنا عيال بنلعب، فالبيت اللي احنا كنا فيه كان فيه طرقه طويله في اخرها باب، فعاوزين نمثل المسرحيه. شوف بقى الاختيار بقى الغير مقصود. قعدنا نمثل انا واصدقاء يعني الولاد اللي من سني، فجه رمسيس جاب ملايه وشدها على الباب وجاب بطاريتين كبار، انت عارف المجتمعات اللي ما فيهاش كهرباء لازم يبقى فيه بطاريات. ايوه. ووقف اتنين تلاته ورا ماسكين بطاريات وخلى الولاد يلعبوا ورا وسلط عليهم الإضاءة بالبطاريات فعملوا السلويت واحنا بنمثل من قدام. هو عمل سينما، ابتدع السلويت. سينما، صورة سينما. وانا عملت مسرح ان انا مثلت قدام. فهي ما بتبان. انت ما بتبقاش عارف انت عايز ايه، هو بيبقى ربنا عاوزك تعمل كذا، وزي ما قلت كده لتمجده حاطط لك خطه في حياتك. تفتكر اسم مدرس الرسم بتاعك كنت في المدرسه؟ الاستاذ لويس. يا
على عزيزي الفنان القدير الأستاذ زوسر مرزوق، استمتعنا جدا معاك في الجزء الأول من بصمتك الجميلة، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله مع بقية البصمة، فاسمح لنا أن احنا نستأذنك الآن حتى نلتقي في الجزء الثاني ونتابع أعمالك، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله. فإلى اللقاء عزيزي الفنان القدير زوسر مرزوق. شكرا، أرجو أن أنا أكون ضيف خفيف وبسيط مع الناس، بحيث يعني زي ما وصلت لهم من خلال أعمالي نوصل لبعض من خلال الحب اللي بيجمع البشر كلهم ببعض. أنت إنسان عظيم واستمتعنا بلقائك حقيقة. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء مع جزء آخر من بصمة الفنان القدير الإنسان الأستاذ زوسر مرزوق، فإلى لقاء.